مساء الخير، شوف إذا في صوت. مساء الخير يا هلا، مساء الخير، ينعاد عليكم يا رب. بدنا ننطر لنحكي، ننطر للكل يكونوا موجودين لنحدثكم جميعا. أنا طلعت قبل بثري منتس دعيتكم على رواق وأحكي معكم. جميلة صارت موجودة. مساء الخير للجميع، ينعاد عليكم يا رب بالصحة والخير والبركة. بعرف أنه مبكرة على جميلة 2 minutes، بس أنا بحب كون موجودة ومزبطة كل شيء قبل بوقت. أول شيء طمنونا عنكم، إن شاء الله الكل سالمين وبخير. مرسي كتير لألكم، thank you. حانس، مساء الخير. مساء الخير ريهام. كمان ويف. بدنا نقول مساء الخير لا مجار. لانا مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم، بانتظار اكيد ضيفتنا جميله. هلا بعد شوي رح نرجع نبعث لها مره جديده ريكوست. مفاجاه الحلوه عن اليوم، ضيفه بمناسبه اول ايام عيد الفطر المبارك. يطلع نشوف يلا. اوكي خلينا نشوف نعمل. شوفوا انا اول مره بستضيف حدا، يعني طلعت هذيك المره لايف، بس اول مره بستضيف حدا لايف على انستغرام اذاعه بانوراما اف ام. بونسوار بونسوار. ما بخبرك البشر جيسي، ما بخبرك قد ايه موتره قبل ما نطلع معي جميله. ينعاد عليك اول شيء بالصحه حبيبتي، علينا وعليك ان شاء الله عيد مبارك، وعلى كل الناس اللي عم بيشوفوا. وانت دائما وجهك حلو هيك علي انا شخصيا، فما بتعرف قد ايه بحبك قلبي وكل اللي كثير بحبه، لانه كل مره بتطلع معي بتصير معي اشياء حلوه. والله طب يلا الحمد لله. وقتها طلعت معنا، وقتها انطلقنا ببلاش بلاش، وبأولى انطلاقاتك على قناة وناسة بجلسات وناسة كمان طبعا عنا استضافة، ودائما بتذكر انه هيك بتصير معي اشياء حلوة، فوجهك حلو علينا. يلا الحمد لله الحمد لله حبيبتي. وانت هلأ كمان هلا جمهورك موجود، شو بدك تقولي لهم؟ تفضلي. انا بس حابة اعيدهم وحاعيدهم بالمغربي عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب نعاد عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر وكل ما كتمنوا. طبعا يعني عم نعيش اجواء العيد اليوم. غير اكيد هلا بالبيت. انت وين قاعده؟ كنت قاعده بالصالون بغرفه النوم بالبيت. ليكي انا عندي كورنر ايه كثير بعشقه، هيدا الكورنر فيه الميك اب تبعي، فيه الاشياء كلها تبعي اللي بحتاجها، فكل ما بحب هيك احكي على رواق واحط ميك اب بيجي هون. حتى كثير ناس بيعرفوا انه وراي باب باب. ايه حاسه قلت النوم انا كانه، عرفتي؟ حاسه قلت النوم. قلت النوم ايه صح. طب خبرينا شو هي. ليك هي مش قلت النوم، هي سبرت على قلت النوم، بس هيك كوم هيك صغنطور يعني. ايه اتس نايس، هيدي الشيء الغرفة الخاصة فيك اذا فينا. ايوه بتحبي البيوت الواسعة جميلة ولا لا؟ ما بيهمك. لا بحب البيوت الواسعة، يعني تحكيني يعني مثلا انه غرفة اوضة النوم لازم تكون واسعة بالنسبة لي، يعني بحس انه لا بدي نام بمكان هيك مريح مرتاحة، يعني اشم هواء. جميلة. بتعرفي هون في بعض التاورز ما فيها بالكونيز، واليوم عن جد في كثير ناس عم تعيش حالة ضيقة لأنه ما عنده بالكون مشكلة، فخبرينا طمنينا في بالكون تطلعي تتنشقي هوا بهالجو لا الحمد لله عندي بلاكين. الحمد لله عندي بالكونات كثير الحمد لله. لأنه مشكلة عم بحكي مع صديقة لإلي ما في بالكون، قالت لي جاستي طبق على قلبي يعني من القعدة بقلب البيت، يعني لأنه عايشة بطابق عالي، فأهم شيء البالكون. عن جد صح صح، في ناس كثيرة صح، في ناس عم بيعانوا من هذا الموضوع بصراحة. وأنا من الناس اللي عندي فوبيا من الأماكن الضيقة،
يعني ايه مكان ضيق صعبة، وفي ظلام كتير، ما معودة على يعني الأماكن بختنق، الواسعة. بحب الأماكن الواسعة. فإن طمنينا شاء الله عنك يا رب بفترة تعدي الحظر، هالأزمة هاي. طمنينا عنك بفترة الحظر أول شيء، كيف قضيت الوقت؟ كيف قطع الوقت عليكي؟ صار لي تقريبا almost 3 شهور أنا بالبيت. بالبيت. بدي أسألك، يعني almost 3 شهور، أنت بفبروري تقريبا أصدرت أغنيتك. يعني أصدرت الأغنية صح، للأسف ما وصارت لحقت، انه حرام اشتغل عليها ما لحقت، بس يعني الحمد لله، الحمد لله انه عاطيه صدى حلو. وبهال3 شهور يعني عن جد، يعني عم نقول انه الحمد لله انه عرفنا كمان اشياء موجوده عندنا بالبيت ما كنا بنعرف انه موجوده قبل. شو الشيء اللي عرفتي قيمته بهالفترة جميلة؟ يعني شو اللي عن جد انت عن جد ما كنت منتبهة لهذا الموضوع من كثر المشاغل والركض والسفر؟ الصحة بصراحة يعني من الأشياء اللي كتير مهمة بالنسبة لأي شخص. يعني هيدي الأزمة علمتنا إنه أول شيء نحمي بعضنا ونتحد نحن كبشر، يعني نخاف على نفسنا وعلى غيرنا. بلس إنه الصحة، من غير الصحة يعني بحس صعبة إنه طبعا، ما فيك ما في تعملي شيء، بدون صحة. ما صعبة. فيك تعملي شيء. صح، فده سؤال إنه عن جد يعني هالأزمة عندها إيجابيات وعندها سلبيات. جميلة. عم يطمنوا عنك أصدقائك. بتعرفي هيدي الفترة يمكن الواحد أكيد علم إنه لازم يسأل عن الآخرين. مين أكثر حدا سأل عن جميلة بهالفترة؟ مين أكثر حدا؟ ليكي، كل أصحابي، يعني كل أصحابي أنا وياهم على التلفون every day. وطبعا أهلي، لأنه هن كمان خايفين علي وأنا خايفة عليهم، طبعا تعرفي يعني المسافات شوي يعني كتيرة. ف that's why يعني أنه عم نطمن على بعض كل يوم. الحمد لله أنه في تلفونات عم بتقربنا من بعض. طبعا عم شوفي كثير على اللايف انستغرام، شو عم تطلعي تخبريهم كل يوم؟ شو؟ عم شوفي كثير على اللايف انستغرام، شو عم تطلعي تخبري كل يوم؟ ما يعني ما كتير بطلع عليكي، ما كتير بطلع لايف انا على الانستغرام. عن يعني جد؟ يمكن الفترة اللي فاتت تبع الحجر الصحي هي اللي شجعتنا اكتر شيء انه صح نتواصل مع مظبوط. جمهورنا، يعني عرفتي؟ يعني انه اختفينا يعني، فلازم مظبوط. انه نطلع نطمن عليهم هم كمان، نشوف اخبارهم. فيمكن طلعت شي 3 أو 4 مرات لايف بس، وهي بس يمكن المرة الخامسة معك. طيب حلو، لكن عندنا كثير اخبار نخبرون اياها. انا شفت كم مره اسمك، التقيتها جميله، عندها لقاءات كثيره بهالفتره. جميله، خلينا شوي حبيبتي، نتحدث عن الشغل. يمكن قطاع الترفيه والفن هو اكثر صح، متضرر، لانه أكيد شغلتهم تجمعوا ناس لحفلات وموجودين باعراس، يعني صح، تجمعات، فضرر كتير كبير بهالمجال تحديدا. جميله، كيف عم بتفكري للمستقبل؟ انه يمكن يطول شوي الأزمة. أول شيء صراحة أكون بتفكري معك فيه؟ صريحة، يعني من غير زيادات، نعم، حاليا ما عم فكر بولا شيء. بس صحتك يعني تكون منيحة وبيقطع الأزمة. بصراحة ايه، يعني حاليا الشيء الوحيد اللي عم فكر فيه انه اكون انا منيحة واهلي يكونوا مناح وتعدي هالأزمة على خير لنقدر نخطط لبعدين. لانه ما في حدا عارف هلا شو حيصير. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى من الله انه هالازمه تعدي على خير وتعدي بسرعه كمان، لانه مثل ما قلتي مش بس نحن في مجال الفن متضررين، يعني يمكن نحن اكثر لانه مجالنا كله تجمعات، صح بس في كمان ناس تانيين يعني عن جد متضررين كتير. صح في اللي ما مظبوط. عنده شغل، في اللي عم يشتغل مثلا بأي قطاع معين وتوقف الشغل، في شركات سكروا، في ناس ما عندها تاكل. يعني عن جد الواحد بيستحي انه يفكر في شيء هيك لبعدين، يعني ان شاء الله تعدي هالأزمة وبعدين اخطط. بصراحة ما عم فكر بولا شيء. اذن حتى الاغاني، يعني عم يوصلوني اغاني كتير وعم بسمع وعم جمع، بس انه اقرر امتى انزل ما عندي هالفكرة حاليا بصراحة.
جميلة، خلينا نحكي شوي قبل ما تبلش الأزمة. كنت داخلة بقوة بأغنية، أنت مثل ما عرفت أنا فصلت عن شركة بلاتينوم ريكوردز، صح، صار في انفصال. هل كيف كان هالانفصال؟ يعني على صار مودة انفصال ودي، صار وبطريقة انفصال ودية؟ ودي. ليكي، نعم بلاتينوم انا عشت معاها نجاحاتي وعشت معاها بداياتي كمان، فكتير اشياء حققتها مع بلاتينوم، لانه كنا عم نشتغل عن جد، يعني كانوا عم بيدلعوني كتير يعني للامانه. الانفصال اللي صار انه صار في كم شغلة ما اتفقنا عليها، بس انفصالنا كان ودي، يعني انه هم خلاص انا بدي اكفي بطريقة تانية، وهم كمان يعني عندهم مخططات تانية ومخططاتهم ما كانت مناسبتني، فذاتس واي انه انفصالنا كان ودي. وباي ذا واي انا يعني ضل مع بلاتينوم اولموست تقريبا شي سنة ويخلص عقدي معاهم. نعم، يعني ف فصلت قبل سنة فصلت. نعم، ايه، حاليا كأنه شفت إنتاجهم وبعدين هلا. حتى لو ضليت يعني هلأ في الأزمة. طبعا لا، صعبة هالفترة كتير. هل عندك إنتاج روتانا صح؟ مثل ما شفت وانتبهت شو حبيبي، ما عم إنتاج بسمعك. روتانا. ما عم تسمعيني؟ أوكي، هيك أحسن. هلأ وقعت عقد مع روتانا لثلاث ألبومات إن شاء الله، وإن شاء الله خير، يعني نحن شغالين شوي شوي. نعم، بس لكن بالنسبة للناس، بس بدي رد الناس اللي عم بيقولوا احكي لي مغربي، حتفهميني إذا حكيتك مغربي؟ يلا خلينا نجرب. يلا يلا ولا سير. هلا بدي اسالك وجاوبيني بالمغربي لنشوف. طيب بدنا نسالك شوي، الاغنيه اللي صدرت كلمات الحاني بدنا نغنيها كمان، انا سمعتها وكثير حبيتها، بتجنن. فيري نايس، هيك كثير أغنية الغرام عياني هي كلمات وألحان مهدي مزين. هيدا الشاب يعني كان عشقه بزاف، لأنه إنسان عن جد فنان بمعنى الكلمة ومبدع، وكيفهمني أنا شنو نعم. يعني شنو باغا كأغاني، فكيفهم المود ديالي في نغادي، لأنه أنا شوية مجنونة في السير، أنت عارفة، ما بشي معروفة ماشي بغني. أي حاجة كتقنعني. فمهدي من الناس اللي على فكرة درت معاه حتى بنت حديدية، نعم. الحمد لله هي لقات نجاح، وتوزيع ديال طارق الحجيلي ومدارة ثنائي الفظيع، اللي بصراحة يعني سمعونا إبداعات كتير هالفترة اللي فاتت، طيب بدناش نسمع شيء فبتشكرهم منها، كثير. شو حبيبي؟ بدنا نسمع شيء منها للأغنية. يلا أوكي. يلا شوفي حالي يا ليام، حبيبي مشى عليا وبقيت حيرة في جوابي، ولا اسمع حالو يا ليام، الحب عمانية خطاني من بالو محاني ما قلش عليا، وانساني في تانية المحبة اللي بيناتنا صدقت غف عينيا، ما بقتني مقوانيا ناري ما قلش عليا، المحبة اللي بيناتنا صدقت غف عينيا. أحياني يا بابا الغرام عياني، أحياني يا بابا وش اللي بيه بلاني، أحياني يا بابا الغرام عياني، أحياني يا بابا وش اللي بيه بلاني. يعطيك خلصت العافية، كده أحلى شيء اللي حبيبتي. عن جد صوته حلو، يعني أحلى شيء اللي ما بتفرق معه بغني وين وين ما كان صوته حلو عن جد، لأنه في بعض للأسف حبيبي بعض النجوم يعني بيتلبكوا بس تقولي لهم غني لايف، لأنه عن جد الأصوات بتكون بتسجيل شيء لا ليكي، لايف. هلا الاصوات يمكن شوي تكون تعبانه، بتعرفي ليش؟ لانه تعودنا على جو رمضان والسهر، ويعني انا شخصيا اليوم اعيد بكير ايه بكير، خبريني، كيف يعني كان يمكن عندك نايمه اليوم؟ كان ساعتين عندك بس. تصوير قلتيلي. سويت تصوير بسيط هيك في البيت، يعني لا اشي ان شاء الله حيشوفوه تاريخ 29 مايو، نعم، وإن شاء الله هيك كل الناس تشاركنا أحلامها
وكل الناس، يعني شيء كتير حلو. ما بدي أحكي هلأ عن الموضوع لحد ما يطلع. كنا نحكي كثير عن السوشيال ميديا جميلة لحد ما اجت الفيروس وكل واحد قاعد ببيته وصار ضروري يتواصل مع الناس، وصار اذا بدك تتواصلي مع الناس صح الافضل من العالم الافتراضي او على التليفون او على الواتساب. اليوم فينا نقول صح انه عرفنا قيمة السوشيال ميديا. ليك السوشيال ميديا صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا، يعني صارت مرافقتنا بكل مكان، بالبيت، برا البيت، بالشغل، يعني صارت إشي ضروري لازم يكون في حياتنا الحالية. فالسوشيال ميديا بعتقد بتسهل التواصل بين الناس. السوشيال ميديا عرفت ناس على ناس، طلعوا مواهب من السوشيال ميديا، طلعوا فنانين من السوشيال ميديا، طلعوا يعني انفلونسرز، صح، في ناس معرفة أكثر وقدرت بنت بزنس انعرفت لإلها. من السوشيال ميديا. فأكيد يعني صار كثير مهم بالنسبة لنا احنا كفنانين انه مثلا اغانينا تنتشر على السوشيال ميديا، لأنه بتوصل بطريقة أسرع وأسهل. جميلة، بتعرف يعني بنشوف عندك أرقام كتير كبيرة من المتابعين، متابعينك من وين أكثر شيء على السوشيال ميديا بصراحة طالما نحن على السوشيال ميديا بحكيك بصراحة، شوفي أكثر متابعيني من السعودية سعودية؟ والمغرب، هعطيك اياهم بالترتيب، نعم السعودية ترتيب. والمغرب، وعندي العراق، وعندي مصر، وشو كمان؟ العراق ومصر، طيب صح، هما طالما أربعة ذكرنا، I think. شوف نحن سهرة عيد وذكرنا كذا بلد، شو رأيك نغني هيك مقطع صغير من كل لكل بلد أغنية نهديهم، شو رأيك؟ يلا اوكي، يلا طيب لمصر. يلا لمصر. ايه نسيني ومش سائل فيا، فاكر لما تلعب بي، انا مش هزعل، لا ده انا هزعل، انا هزعل وازعل، وهجيب لك ناس تزعل، ده كل شوية تواني، ومش عايز مرة تشواني، مش هزعل، ده انا هزعل، انا هزعل وازعل، وهجيب لك ناس تزعل، ايه شغلي وبالك رايق، ايه تقل عليك مش لايق بقى، يعني تعذب قلبي وكمان مش عايزه اتضايق، لا ده انا هتضايق وازعل، وهجيب لك ناس تزعل. جميلة، في ده ناس كمان مصري، سمعوا الموسيقى الحلوة تبع دي كمان الأغنية، أغنية المصرية، في ناس أيوة سمعوا هي الأغنية دي. كتير حبت الأغنية، ألف مبروك. حبيبتي هاي من ألحان مدين نعم وتوزيع مبدعنا جلال الحمداوي. طب خلينا نسمعوا مقطع من الميوزك الحلوة، شو رأيك؟ يلا يلا. حلوة الأغنية، الميوزك تبعها كتير حلوة، إن شاء الله بعد حبيبتي الفيروس تقدر تشتغلي أكتر، يمكن عليها هيك بالحفلات والمناسبات حلوة، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن الله شاء يقطع الله إن أيامك. شاء الله يا رب إن جميلة، شاء إحنا الله يا رب. بدنا نغني للكل قلنا صح؟ إيه يلا، شو كمان نغني لأهل السعودية. للسعودية؟ شو كمان؟ شو أكثر أغنية بحبوا لك إياها؟ والله في كثير أغاني عشان هيك ضحت. شو شهرت أنت أي أغنية؟ إذا أنا مغربية، هي أغنية مغربية بس تنورور يعني؟ أنا بسقف لك. لا عندي أغنية يقولوا من ترك دار حبيبي، قال لي مقدارة يا غالي إلا أنت، ولا زال قدرك عالي وفي الخير ذكرك، وانت في بالي يا غالي كل وقت، ويحفظك رب الحبيبك يا عسى قلبي نصيبك ضيف بن، سالك حبيبك وعندي قلب ادمن عليك. تخيلي نسيت كلمات اغنيتي، تخيلي اللي زمان مش مغنيه تخيلي.
يلا انا عم بعمل لك تدريب هلا. والله العظيم لا، لانه صار لها كثير، صار لها تقريبا هالغنية من 2000 و 2011 ايه 2012 هيك العمر شيء. معروف. ايه بس هاي من الاغاني اللي الحمد لله يعني كثير عملت لي جو بالسعودية، وكثير ناس حبوها يعني بالخليج ككل. ف طيب بلاش بلاش، بعد I'm so شوي. proud. شو بعد؟ شو؟ بعد في شي حدا حابه تدي؟ العراق قلتي لي، مغني عراقي. للعراق للعراق يا الله جيسي صدمتيني، لازم أجهز. طيب بعطيكي لازم أجهز، خليني وقت. أتذكر. يا الله كل الأغاني راحوا. دقيقة، في كثير. في عندي أنا أغنية عراقية بس بدي أغني. مفروض أوقفك من زمان، كون من ذاك الوقت من علي تغيرت، ليش منك ما تبت، بس يلا من فات الأوان، تابهان كل شي بان، الوعدني بعد خان، الوعدني بعد خان. بس عم بيقولوا بدني غششوكي أغاني. والله غششوني أغاني، ما حدا كتب لي شي. في كم أغنية ما شاء الله ضاربين يعني وحافظتهم، بس بس بيروح عن بالي، بس ينطلبوا من هيك إيه؟ فجأة. بدنا نقول لهم إذا عندهم أسئلة بليز يسألوها كمان. يلا لأنه نعمل سؤال. صح، بهيدي الفترة لوحدك أكيد، وحدة صعبة صح بالبيت؟ صعبة يعني صعبة كثير. اللي متعود عادي. ما قعدت تفكري لو تزوجت الزواج وين موضوع الزواج عن جميلة؟ يعني طلع أخبار عن زواج يعني نفيت الموضوع. ليكي شوفي، هيدا الموضوع بالضبط يعني أنا ما كتير بحب أحكي فيه ليه؟ يعني بصراحة. في ناس كتير عم تقولك والله جميلة متزوجة بالسر ومش عارف إيش وكذا. أنا بالنسبة لي الزواج قسمة ونصيب، ويوم الله يكتب لي شخص معين حيكون يعني سواء يعني. هلا الناس مش عارفه انا متزوجه ولا مش متزوجه، وما بدي اقول مش عشان شيء، مش شيء يتخبى، بس انا انسانه ما بحب حياتي الشخصيه تكون في العلن، احب انه اعيشها بين اهلي وناسي، مدام اهلي اللي ربوني واحسنوا تربيتي عارفين حياتي كيف، فهيدا بيكفيني. فما بعتقد انه زواجي او غير زواجي انه حيفيد الناس في شيء. اوكي حطلع حقول انه انا متزوجة وبعدين، يعني ما حيستفادوا شيء. حيضلوا يفتشوا على زوجي وحيضلوا يجيبوا مشاكل وحيضلوا مش عارف ايش. فانا حابة انه هيدا البارت بالضبط اللي انا حابة اكون فيه ست بيت، حابة اكون فيه انسانة اعيش حياة طبيعية عادية مثل طيب اي في حدا. حال انت فني تزوجتي جميلة، في حال تزوجتي وزوجك ما عنده مشكل انه تحكي انه تزوجتي، عندك مشكلة بالموضوع مثلا؟ مش قصة عنده مشكل أو ما عنده مشكل، هذا بيكون أنت اتفاق عندك ما مشكلة بين بالموضوع؟ الطرفين. شوفي أنا عم مش مشكلة، هي وجهة نظر يعني. يكفي إنه أنا صرت اسمي وحياتي مش ملكي، فلازم يكون عندي بارت لإلي أنا بتحس ولأهلي الناس هالقد ولأهلي. يعني، انت من خبرتك بتحس هالقد الناس بتتدخل يعني بالزواج؟ يعني يوم اذا كتير طلعت جميله وقالت انا متزوجه من هالشخص مثلا لو كنت كتير متزوجه قوي، كتير بتحسي انت تدخلك بطريقه سلبيه بتاثر عليك يعني؟ بتحسي؟ بحس انه حتاثر بطريقه سلبيه. صح، من بحس اكسبيرينس، انه من تجارب لانه الناس. شوفي من تجارب كتير حتاثر. و بلس انه يمكن يجي يوم من الايام احكي فيه انه انا متزوجه، يمكن. بس حاليا
ما بحبذ الفكرة، نعم يعني ما بحبذ إنه أنا أحكي شي عن حياتي الشخصية. نعم طيب يمكن لما يجي بيبي ما هاي اكزاكتلي بدي لما الحديث يجي عن البيبي ما هيدا اللي جاي بالحديث عنه. بالنسبة بتحب الولاد كتير جميلة أجمالة، كتير بعشقهم، بعشق يعني الولاد. ممكن صديقة لإلك تحط ولادها عندك وتروح تغيب ولا اوه تختلف؟ انا بترجاها لو صديقة عندي عندها اولاد اترجاها تخلي عندي الاولاد. اه بتحبي تعملي بيبي سيتنج، ما عندك مشكلة. تو ماتش ليكي، كتير كتير بيبيز طلعوا على ايدي. حلو برافو كتير ربيت انا. جميلة. لا شوفي، كل صاحباتي اللي جابوا جديد، اللي لسه مولدين جديد، نعم يعني شوفي البيبي بعمر الشهر شهرين ما بقدر، بتخافي؟ بخاف كتير كتير ايه كتير بخاف وبتوسوس يعني، بس بعمر 3 شهور وفوق انا معك، ما عندك مشكلة بالموضوع. ما عندي مشكلة، اطلعوا من البيت وخلوني معاه بس. برافو. حترجعوا تلاقوني اكلته. جميلة. بدي أسألك عن كمان أعمال جديدة، في شيء هلا على الطريق؟ هلا عم تصوري، كنت اليوم قلتي لي شيء يمكن إعلان أو شيء، ولكن بالمستقبل فكرت شوي، قعدت قلت أنا هون هيدي الأغاني يمكن تلبق لي أكثر. بتعرفي هيدا الوقت 3 4 أشهر الواحد لحاله بفكر بمليون شغلة، يعني بينبش الماضي. فهل في شيء انت يعني، حتى في احد المتابعين وليد سائل شو اكثر عمل انت بتحبيه وشو الشيء اللي ممكن تكرريه يمكن بالمستقبل، يعني عمل ممكن تقولي والله أسرعه؟ هذا العمل كان لبق لي، فهيدا ستايل بيلبق لي، ممكن انا ارجع اقدمه مره جديده. شوفي أنا كتجربة شخصية، كثير ناس الحمد لله الحمد لله، يعني كثير ناس حبوني في الخليجي، بما إنه بلشت بالخليجي وابتديت من برنامج هواة خليجي، كثير تقبلوني بالخليجي ونجحت بالمغربي، كثير نجحت بالمغربي، وهلا عم يعني عم بلش أغني أغاني مصرية. أنا من الناس اللي بحب أكتشف صوتي بكل لهجة، عادي جدا إذا ما نجحت لي أغنية من الأغاني بلهجة معينة، يكفي أنه أنا عملت التجربة. بس الحمد لله الحمد لله، يعني كل أغنية عملتها وكل تجربة عملتها بيوصلني منها أصداء حلوة بتخليني أنه أكرر هذه التجربة. ففي عندي إن شاء الله مشاريع جاية، يعني في عندي اوريدي كنا عم نشتغل عليهم قبل الكوفيد 19، كنت اوريدي عندي كذا أغنية سينجل كانوا حينزلوا، كان عندي في حفلات، كان عندي في كذا أغنية مغربية كمان، وفي عندي أغاني خليجية، كان عندي تعاونات، كان عندي ديو معلومة. احتمال ينزل، حكينا عنه مع هو فكرة وطلع بالسوشيال ميديا، فعادي يقولوا مع محمد السالم، بس لسه لهلأ مارسينا على اخترنا أغنية، بس لسه عم نضبط بالأمور. عراقية مغربية عراقية حتكون إن شاء الله، عراقية نعم. عراقية جميلة، حتكون. حكيت عن الولاد وأنا كنت بدي أسألك شيء وبعدين لهون اللي عم يكتبوا لنا. قليل دايما بنحب نعرف أكثر عن عائلة الفنان أو الفنانة. أنا دايما بسأل، هالنجمة عندها أخت، عندها خي، كان صح. أخته خي عندها، فخبرينا شوي عن أنا عائلة. عندي أخت عمرها 11 سنة، الله يخليك. وعندي خي أصغر مني بسنتين. أنت الأكبر. أنا أكبر وحدة، أنا أكبر وحدة، طيب ف مسؤولية إنه يكون الشخص الأكبر. جميلة بصراحة، مسؤولية، تحس عندك مسؤولية ولا لا عادي؟ شوفي أنا من وأنا صغيرة عم حس حالي مسؤولة، يعني حتى في بيتنا كنت ما بعرف، يمكن دائما الولد الأول يعني بيحس حاله إنه عنده مسؤولية تجاه أخواته تجاه أهله، يعني بتشوفي قد ايه أهلك بضحوا، قد ايه أمك وبيك بضحوا ليدرسوكي وكذا، فأنا بعمر ال 15 سنة بلشت أحس بهيدي المسؤولية، إنه لا أنا كمان لازم أدرس أكفي دراستي، لأنه هيدا كان من الأشياء اللي مستحيل يتنازلوا عليها أهلي، بلس إنه يعني on the side إنه أشتغل،
اشتغل على شيء. فانا من عمر 15 سنه كنت عم كافح، يعني عم روح وعم بشتغل. كنت بلشت كورال، كنت يعني فكره انه انا اروح بس اركب صوت كورال بالاستوديو ويدفعوا لي فلوس، هذا كانت، شوفي كثير من الناس اللي عارفين اسماء اخواني عم يكتبوا بالكومنت محمد وملك. نعم، الله فعم يخليك حس يا رب. ب... عم حس ب... بتعمل انه انا اشتغلت وانه انا عم بعمل شيء. نعم، لما كبرت معي هالمسؤولية، صار انه لا خلاص، يعني انا اللي لازم اشيل كل شيء. وبالعكس انا مفتخرة بهيدا الشيء كتير. الحمد لله، الحمد لله، الله قدرني وقدرت اعمل جزء بسيط من اللي عملوه معي. الله يخلي لك اياهم ويخليك لهم. حبيبتي، امين في يا اسئله رب. كتير بس احنا معنا ومعك نص ساعه تقريبا رح نكون بس لليوم، هيك طلي حلوه بالعيد عايزه خفيفة، فيها كل ما المتابعين. حسينا بالوقت. على السريع بيقطع الوقت، انا كنت حابه عن جد نكون اكثر معك وقت بس ظروف اللايف، اللايفات على الاذاعه صح، واكيد ظروف شغلك كمان. جميله، بدنا نغني بالختام شيء للمتابعين، طلبوا بلاش بلاش بس على ذوقك، اذا حابه تغني شيء ثاني كمان يلا بنغني ولا بلاش بلاش. يلا. اوكي. غادي جاي ويتسناني، عقله رايح للجنون ويقول دابا تترجاني، هذا اللي عمره يكون. غنقولها وبلا معاني، انا نسيت انت يا شكون، بلا بك قلبي عايش هاني، ليلة تزيدني هم الكون. وبلاش بلاش درت لي صداع الراس، تبات علي عساس، شهدوا يا ناس. وبلاش بلاش طاحوا الفاس عالراس، درت لي وسواس، جاسي يا ناس. بكرة جميلة رح يكون معنا النجم محمد عساف كمان بلايف جديد. أوه محمد، شو بتقولي؟ محمد صديق كتير عزيز علي وبحبه كتير، وبوجه له تحية وبقول له إن شاء الله إن شاء الله يا رب أشوفك دائما ناجح لأنك بتستاهل. ان شاء الله بتوصل المسج وانا رح اوصلها بكره. بدي اقول لك انعاد عليك حبيبتي بالصحه والخير والبركه، مبسوطه كثير انه افتتحنا لايف العيد معك جميله، وان شاء الله يا رب حبيبتي، السنه اللي جايه تحمل لك كل الخير واهم شيء الصحه مثل ما قلت ببدايه اللقاء. صح، أهم شيء الصحة. وأنا كمان كتير كتير مبسوطة إنه طلعت معك، ميرسي وكتير بحبك جيسي، يعني عن جد مش ميرسي مجاملة، كتير ميرسي كتير بحبك. بتمنى إنه أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وثانك يو كتير على اللقاء، كتير انبسطت معك، وأنا كمان وشكرا لكل الناس اللي عم بيتابعونا، وبقولهم إنه أنا بحبهم كثير، ويديروا بالهم على حالهم، لأنه إجا الوقت اللي نتحد فيه إحنا كلنا كبشر لحتى نصنع حياة أجمل وأحسن. وإن شاء الله يا رب تشوفوا أيام جاية كلها خير وسعادة وبس. وآي لاف يو. وي لاف يو تو. ميرسي كثير لكل يلي كانوا معنا على اللايف، بدي اقول لك من جديد ثانك يو لإلك والى لقاء قريب جدا حبيبتي، من استديو اذاعه بانوراما افلام اذا قررت. إن شاء الله يا حبيبي. ثانك يو، عيدكم مبارك. باي باي، باي باي، شكرا. وانا باي. بدي اقول ثانك يو للجميع، وبكره تابعوني الساعه 9:30 بتوقيت او 10:30 بتوقيت السعوديه بلايف جديد. بعتذر، 9:30 بتوقيت السعوديه رح اكون معكم، 10:30 بتوقيت دبي مع الفنان محمد عساف. وعلى فكره انا مني حاطه ميك اب كثير بس اللايت جديد علي، فمش عارفه اضبط اللايت، كل شوي بدور وبطفي. بدي اقول ثانك يو لكل يلي كانوا معنا على اللايف والى اللقاء بكره.